السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم. النهارده هيكون معانا تحدي جميل جدا، تحدي بيني وبين اليوتيوبر عمرو شوقي، وهنشوف النهارده تحديات جميله جدا وهتستمتعوا بيها باذن الله. يا اهلا وسهلا متابعين قناه احمد الحلوين، اكيد انا جاهز للتحدي يا احمد. يلا نشوف مع بعض التحدي. اول تحدي يا عمرو، هتنطط الكوره وتروح عند العارضه تجيبها في العارضه وترجع مره ثانيه تشوط الكوره تجيبها في العرض. يلا وريني هتعمل ايه. اكيد انا جاهز للتحدي الاول، يلا نشوف مع بعض. ممتاز يا عمرو، قدرت تعمل التحدي ده. ندخل على التحدي التاني، ان حد يرفع لك الكرة وتستلمها على صدرك وتجيبها في العرض. يلا نشوف هنعمل ايه. اكيد انا جاهز للتحدي التاني، يلا نشوف يا بطل. ممتاز يا عمرو، قدرت تعمل التحدي التاني. هندخل على اخر تحدي معانا، وهو اصعب تحدي، انك هتغمي عينك وتشوطها من الكورنر مرتين وتجيبها في الجول. يلا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا جاهز للتحدي الثالث، يلا نشوف مع بعض. لو عايزين نستمر في الحلقات دي اكتبوا لي تحت في التعليقات اسم اليوتيوبر اللي عايزين نعمل معاه الفيديو المره اللي جايه، وهتلاقوا لينك الجزء الثاني من الحلقه تحت في صندوق الوصف، ادخلوا شوفوه وان شاء الله هيعجبكم. وبكده يا شباب نخلص حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. اراكم في التعليقات، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.